بسم الله وعلى الله. بيان إلى الرأي العام. كثرت في الآونة الأخيرة الضغوطات السياسية والعسكرية على مناطق شمال شرق سوريا من خلال التحشيد العسكري من قبل المحتل التركي ومرتزقته على الحدود السورية التركية واستهداف المدنيين والآمنين بالطائرات المسيرة وقصف القرى والمزارع لترويع الأهالي وبث الفتن وضرب حالة الأمن والاستقرار التي ترسخت في مناطق الإدارة الذاتية. ومن خلال كل هذه الممارسات التي يقوم بها المحتل التركي ومرتزقته الذين يحاولون إفشال مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية وإثارة الفتن بين المكونات، نحن شيوخ ووجهاء العشائر العربية والعشائر الكردية واليزيدية ومكونات المنطقة من سريان وآشور وأرمن وشركس وكلدان وتشاتشان، نناشد منظمات المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية وقوات التحالف الدولي لوضع حد لهذه الممارسات وإنهاء كل أشكال الاحتلال، ونؤكد على الثوابت الوطنية التالية: وحدة سوريا أرضا وشعبا، الوقوف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية حتى تحرير الأراضي السورية المحتلة وترسيخ الأمن والأمان، الحفاظ على التعايش السلمي والعيش المشترك بين مكونات المنطقة والتشبث بالأرض والثوابت الوطنية السورية، الحفاظ على مكتسبات الشعب من خلال إدارة ديمقراطية لا مركزية، من خلال الحوار السوري الذي يضمن حقوق كل السوريين، الرحمة لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا، والله ولي التوفيق شيوخ وجهاء العشائر في عمودة والدباسية وأبو راسهم 27/11/2001.